وبتتكلم عن بعض الملفات في النادي الاهلي، بتقول 5 ملفات امام لجنه التخطيط بالاهلي، منها يعني ان فايلر بيتمسك ببقاء عمار وده الاقرب في الحقيقه، ويوافق على اعاره صلاح وجيرالدو، لسه ما تمش حسم هذا الامر. عبد الحفيظ يدافع عن صالح بسبب تعهد جديد، اللي بيدافع عن اللاعب دايما اداؤه وتدريباته ومستواه في التدريبات، هو ده اللي بيدافع عن اللاعب، ما فيش اي حد تاني يقدر يدافع عن اللاعب غير مستواه في التدريبات اللي هيؤهله للمشاركه في المباريات. احنا عندنا لعيب كبير قوي زي صلاح جمعه بامكانيات اي حد يتمناها، ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يكون لائق فنيا وبدنيا، ومجرد ما يكون لائق اكيد مستر فايلر ممكن يستعين بنجم كبير ولاعب مميز زي صالح جمعه. تمديد تعاقد الراحلين يعني اكيد ده امر مهم، ان انت لو لعيب هتطلعه اعاره ولا حاجه بيبقى في جزء من ضمن الاجزاء كده ان انت ممكن تجدد عقدك قبل ما تطلع الاعاره وكلام، يعني الامر ده خاص باداره التعاقدات وبالكابتن سيد عبد الحفيظ بالتحديد مدير الكره وسياسه النادي بشكل عام، يعني هنشوف هم هيقرروا ايه في النهايه. من ضمن برضو الملفات اللي الاهرام بتتكلم فيها، انا بحب اتكلم في التفاصيل اللي بتبقى في متن الخبر عشان اوضح للناس الامور، يعني هو قال لك ايه، تقرير من مدير التعاقدات حول الصفقه الثانيه. احنا عارفين النادي الاهلي بصدد الاعلان عن صفقه جديده، والامر معروف، يعني انت كان عندك مكانين جبت كهرباء ناقص مكان كمان بخصوص الاستبدال، يعني هتجيب لعيب كمان يعني، وبيقال او الاقرب المهاجم اللي ممكن ينضم للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه، هنشوف هيكون مين يعني. لكن في كل الاحوال في تقرير تم اعداده عشان يتم تقديمه للكابتن محمود الخطيب وايضا لجنه التخطيط بالكره بخصوص ملف اللاعب الجديد يعني. ماشي، الحاجه الثانيه الملف الكامل لقيد كهربا، وكهربا زي ما قلنا حضراتكم اكيد هيتم قيده بدايه من يوم 1 ان شاء الله، في اجراءات كده بتتعمل، اجراءات اداريه ومجاري التنسيق ليها في الحقيقه، وان شاء الله يكون متاح بدايه من مباراه مصر المقاصه يعني بنسبه ما، يعني ان شاء الله لو مش كده هيبقى المباراه اللي بعديها مباراه اف سي مصر في الدوري على ما اتذكر. من ضمن كمان الملفات ملف الراحلين، ولسه ما تمش الاستقرار بشكل نهائي على اللي ممكن يمشي وممكن يكمل حسب الرؤيه الفنيه وحسب الامور هتمشي ازاي خلال الايام القادمه وخلال بعض ايام شهر يناير يعني. من ضمن كمان الملفات اتكلم فيها زميلنا العزيز وصديقنا العزيز في الاهرام، قال موضوع احمد حجازي، ان احمد حجازي ممكن يكون يعني متاح او ممكن الاهلي يفكر في التعاقد معاه، وان الناس في النادي الاهلي بتدرس الجزئيه دي، هم بيدرسوا بيشوفوا الاصلح للفريق هيكون ايه، هل التعاقد مع واحد في خط الدفاع سواء احمد حجازي او غيره، ولا التعاقد مع مهاجم بعد ما يشوفوا طلبات مستر فايلر اللي خلاص اكيد وصلت للناس في النادي الاهلي واكيد هم بيشتغلوا على طلباته يعني. طيب بيقول لك تجديد التعاقد مع فايلر ده هعلق عليه لاحقا، يعني ده 5 ملف كان مكتوب في جريده الاهرام هنعلق عليه لاحقا في احدى الاخبار. نروح لجريده